اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وإيمانا لا يرتد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وارزقنا عملا زكيا ترضى به عنا. اللهم اهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهداية، ومن الغواية بعد الاستقامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، برحمتك وجودك وفضلك وكرمك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. إلهنا، يا من يدرأ الشرور والمخاطر، نعوذ بك من شر ما نجد ونحاذر. يا خفي الألطاف، يا خفي الألطاف، نجنا مما نخاف. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا رب الأرض والسماء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واحفظ جنودنا ورجال أمننا، ووفق ولي أمرنا وولي عهده لكل ما تحب وترضى، واجزهم عنا خير الجزاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.